بحضور حاشد من المؤمنين وعلى وقع معزوفات مجموعة كشافة ومرشدات الروم الأرثوذكس في الصويفية، استقبلت أيقونة والدة الإله العذراء الأورشليمية والمحفوظة بدير السيدة العذراء ينبوع الحياة في دبين. شهد حفل الاستقبال المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا بحضور الأرشمندريت خريستوفوروس عطلة الرئيس الروحي للدير وعدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، حيث أقيمت خدمة مدائح العذراء التي تتلى خلال زمن الصوم المقدس. وتحدث الأيكونوموس إبراهيم دبور في كلمة ألقاها بالنيابة عن المتروبوليت فينيديكتوس، قال فيها: إن حضور الأيقونة بيننا هي بركة عظيمة فيها ننال عطايا ونعما عظيمة. اليوم فرح كبير ونحن نحتفل بحضور أيقونة والدة الإله الأورشليمية المحفوظة في دير ينبوع الحياة في دبين، هناك حيث تحفظ العذراء مريم الدير ومجاهديه. وكم من العجائب اجترحت للدير وزواره، وهي اليوم تحل بيننا مرتحلة بمحبتها الكبيرة للبشر لتباركنا في مديحها الثالث بحضورها البهي. ولا بد لنا أن نتقدم بشكر كبير لقدس الأرشمندريت كريستوفوروس وللأم الرئيسة إرنيا وأخويتها في المسيح لتعب المحبة الذي بذلوه من أجل أن تكون هذه الأيقونة المقدسة حاضرة بيننا. كل التقدم والازدهار الروحي، ولكم جميعا كل الخير، وأن تمنحكم العذراء بشفاعاتها الحارة أمام العرش الإلهي مقدسة حياتكم ومباركة مساعيكم وقائدة إياكم لابنها الوحيد ربنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد من الآن وإلى الأبد. كما أقيم أيضا قداس إلهي احتفالا بأيقونة العذراء الأورشليمية ترأسه المتروبوليت فينيديكتوس وعاونه فيه الأرشمندريت خريستوفوروس عطلة ولفيف من الآباء الكهنة بحضور راهبات دير دبين وجموع حاشدة من المؤمنين الذين تقدموا لنيل بركة الأيقونة العجائبية. أعتقني من أصناف يشار أن أيقونة العذراء الأورشليمية غير المرسومة بيد بشكل عجائبي تعود لعام 1870، وتعد الأيقونة الموجودة حاليا في دير دبين هي طبق الأصل عن الأيقونة العجائبية.